أول شيء لازم تحطوه في بالكم هو استخدامات verb to be. أنت متى يتم استخدام verb to be في الجمل؟ Okay. So يتم استخدام verb to be في الجمل إذا الهدف وراء كتابة الجملة أو استخدامها في المحادثة هو fact, routine, habits. الفاكت بمعنى حقيقة، إذا أنتم حابين تحكوا عن شيء واقعي، شيء واقعي يعتبر فاكت. الروتين اللي هو الأشياء اللي أنتم معتادين على تطبيقها، أو يعني روتين، يعني تقريبا حتى باللغة العربية نستخدم كلمة روتين في الجمل. الهابتس بمعنى أشياء يعني أنتم حاب تعملوها، أشياء الهابت يعني الشيء انتو يعني تحبوا تعملوه. اوكي، خلونا نشوف الجمل ونشوف القاعدة، يعني قاعدة كيفية استخدام verb to be في الجمل عشان يكون تطبيقها. عشان نطبقوها في الجمل لازم نتبع قاعدة معينة. ايش هي القاعدة؟ عندنا I. اذا انتو حابين تستخدموا I في الجملة يبقى I am، he, she, it, معها is, they, we, you, معها are. All right. So هذه هي الأشياء اللي أنتوا لازم تتبعوها في القاعدة. I am، وبعدين نقول مثلا I am a student. Or he is student. Or she is, it is. Here نفس الشيء. They are, we are, you are. يعني الشيء اللي انتم لازم تتبعوه اللي هو القاعدة نفسها. إذا كان بديت الجملة بـ I يبقى لازم يكون am، لأن I am، وهكذا مع الـ he والـ is والـ are. Alright. أما إذا انتم حابين مثلا تستخدموا النفي الجملة، كيف يعني نفي؟ نفي مثلا هو في الجملة هذه I am a student، إذا الجملة حابين تعكسوها إيش اللي لازم تعملوه؟ بكل بساطة يفو عليها كلمة not. خلونا نشوف الجملة هذه. So here I am a student، هيكون إيش؟ I am نفس الشيء not a student. You are not، like for example you. إذا أنتم حابين تستخدموا you في بداية الجملة and you are and then not. Okay. And نفس الشيء يعني she is not. So نفس الشيء تتبعوا إذا أنتم حابين تنفوا الجملة. النفي اللي هو negative، أسئلة. كيف يعني تكوين أسئلة؟ مثلا إذا أنتم حابين تكونوا سؤال إجابته متخصصة في yes أو no. She is late today. She is the subject, right؟ بعدين عندنا is اللي هو الverb، يعني نفس ما قلنا في البداية she is اللي هو يكون الـ subject والـ verb، وبعدين عندنا باقي الجملة اللي هو الـ object. يعني كأن الـ subject باللغة العربية حيكون الفاعل، الـ verb اللي هو الفاعل، الـ object هو المفعول به. أول شيء قبل ما تصيغوا السؤال فكروا في الإجابة، هل أنتم طالبين الإجابة بنعم أو لا؟ بنعم أو لا؟ أو أنكم طالبين تفاصيل في الإجابة؟ لأن هذا الشيء ضروري تفكرون فيه قبل ما تصيغوا السؤال، وبالذات في المحادثة، لأن عادة لما نكون في المحادثة لازم تكونوا لازم تحطوها في ذهنكم اللي هي يعني أنتوا إيش تبغون
من الإجابة. هل أنتم تريدون يعني الإجابة فقط نعم أو لا للتأكيد، أو أنكم تريدون تفاصيل؟ سو هذا الشيء لازم تحطوه في ذهنكم. إذا أنتم حابين الإجابة بنعم أو لا، يبقى فقط she is late. إيش تعملوا؟ تاخذوا الإس تحطوها في البداية، is she، وبعدين late today. هذا بس، بدينا في is she late today. الإجابة حتكون ب yes she is أو no she isn't or is not. إيش اللي صار؟ اللي صار إن نحن فقط طالبين yes أو no، alright، طالبين فقط إجابة مختصرة. فلازم إذا في الإجابة المختصرة يكون يا إما yes يا إما no، right؟ So تحطون ال yes أو no، وبعدين ال she is، يبقى إيش اللي عملنا؟ is she، يبقى تعكسوها yes she is أو no she is not. هذا لما أنتوا حابين تعملوا إجابة مختصرة. أما إذا أنتوا حابين إجابة تفصيلية، فمعناها صياغة السؤال حتكون مختلفة. كيف يعني مختلفة؟ مختلفة على حسب الإجابة اللي أنتوا تريدونها. يعني مثلا أنتوا حابين تعرفوا السبب، سبب التأخير، سأقولوا why is she late today. Why is she late today؟ طالما أنت بديت السؤال ب why، معناها الإجابة حتكون تفصيل. حتكون she is late today because maybe she slept late yesterday، أو مثلا because she is not well. يعني الإجابة حتكون تفصيل عن لماذا هي متأخرة اليوم. So أنا بصراحة شرحت الدرس بالإنجليزي، alright، وإذا في إذا أي أحد فيكم يعني حابب يشوف الدرس بالإنجليزي، راح حتلقوا الدرس في ال description box. Yeah، هذا هو كل شيء. إن شاء الله يا رب يكون المختصر تبع verb to be واضح. وإذا عندكم أي سؤال بليز اكتبوا لي السؤال في الكومنت سكشن، وأنا راح أرد عليه. وإذا عندكم أي درس معين حابيني أشرح لكم، فقط اكتبوا لي اسم الدرس وأنا راح أعمل عليه فيديو. هو بصراحة يعني أنا عندي فيديوهات كثيرة شرحتها بالإنجليزي، بس أنا حاليا راح أشرح كل الفيديوهات اللي بالإنجليزي، راح أشرحها بالعربي. بعض منكم بعثوا لي مسجات حابيني أشرح الفيديو بالعربي. فيا هذا هو كل شيء، وبتمنى لكم يوم حلو، وبشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. باي باي.